من راح نظن رانا نحضروا المباراه نتاع مباراه الكاس، يمكن صدرنا مباراه في قسنطينه ضد فريق فوبور قسنطينه. حضرنا اللقاء تحضير يعني يتناسب مع اهميه المباراه، نظن هي منافسه نتاع الكاس. ان شاء الله احنا نحاولوا اننا نمشي لابعد حد. بالنسبه للخصم هذا ما نعرفوش عليه الكثير، لكن احنا الشيء اللي يهمنا هو الاستعدادات نتاع الفريق نتاعنا والجاهزيه نتاع فريقنا. احنا ان شاء الله نمشوا باش نديروا مقابله مليحه ونحققوا التاهل للدور القادم ان شاء الله. المقابله هذه جات في وقتها، نظن جات بعد التعثر تاع التمسان، لذا نظن نحاولوا في هذه المنافسه ولو انها منافسه اخرى ماشي منافسه بطوله، لكن الهم الوحيد هو اننا نرجع لسكه الانتصارات. التعثر نظن ما كانش منتظر لسلسله النتائج اللي درناها، لكن في كره القدم نظن اي فريق معرض لها التعثرات في المشوار تاعه، وان شاء الله احنا ماشي هذا التعثر اللي غادي كما يقول لك يدخلنا في الشك في التعداد نتاعنا ولا في امكانيات الفريق. او كونترير هذا التعثر خلانا نظن نراجعوا بعض النقاط ونصحوا بعض النقاط ويخلينا نتواضعوا ان شاء الله. لكن احنا ماذا بينا الخروج بسرعه من هذا التعثر باش تبقى دائما الحاله المعنويه نتاع الفريق في احسن الاحوال. لذا نظن احنا مطالبين باش نديروا نتيجه باش نرجعوا لسكه الانتصارات ونبرهنوا باللي هي عثره سي ان اكسيدون دو باركور، وان شاء الله نخرجوا منها في اسرع وقت. المشاكل دائما، مشكل الملعب هو هاجس بالنسبه لنا، الملعب مازال ما راهش واجد. حنا ماذا بينا نستقبلوا في ميداننا في امام انصارنا، حتى ولو الانصار هم مشكورين التنقلات الدائمه، لكن لما تكون تلعب في الميدان تاعك نظن الحاله البسيكولوجيه نتاع اللاعب ولا نتاع المدرب ولا نتاع المناصب تكون احسن من اللي تستقبل خارج الديار. نتمنى انه هذا المشكل يتحل في اقرب الوقت ان شاء الله.